الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان لا يباس لباس العلماء ويتغيلة وبركب الغيلة وترفع الغاشية بين يديه وإذا تكلم جلس على كرسي عليه وكان في كلامه سعد وجهر الهوان على رؤوس الأشهار ثم يرجع إلى الكرسي وكان وقته كله معمورا بالطاعة وقال خادمه شيخ عبد الله محمد بن عبد الفتاح الهروي خدمة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه